صباح الخير رانيا، نهار اليوم رح تكون الأجواء مستقرة وباردة في أغلب مناطق المملكة، مع ساعة الليل رح تكون الأجواء باردة مع احتمالية هطول زخات من الأمطار. لنحكي تفاصيل أكثر عن الطقس رح ينضم لنا مدير العمليات في طقس العرب أسامة الطريفي. أسامة صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير جميعا، الله يعافيك. أسامة، بالبداية بدنا نحكي عن حالة الطقس خلال ساعات هاي الليلة، كونه في أمطار وفي برد، وبرضه على عطلة نهاية الأسبوع رح تكون الأجواء باردة وماطرة. أكيد، يعني كان مرة صباح الخير إليك، صباح الخير لكل عم بيحضرونا. إحنا في عنا فعالية جوية رح تبدأ هاي الليلة بتستمر حتى يوم السبت، وفي فعالية جوية ثانية الأحد، بدنا نفصل بين الثنتين ورح نشرح كل واحدة أساس يكون في تسلسل زمني للحالات الجوية. في البداية لو بدنا نشوف صور الأقمار الصناعية، يعني واضح من صور الأقمار الصناعية إحنا الآن في عنا كميات من السحب بتغطي سماء المملكة، لكن هاي السحب هي نهار اليوم غير ماطرة، يعني رح يكون طقس متقلب اليوم بين غائم جزئي إلى مشمس أحياناً، لكن فينا زي ما احنا شايفين منخفض جوي بدأ بالتشكل في حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط، رح يندفع خلال الساعات القليلة القادمة باتجاه المملكة، رح تبدأ معه فرص تساقط زخات أمطار اعتباراً من الليلة، ما بنحكي بأول ليل، يمكن بالساعات المتأخرة من الليل، بدأ من المنطقة الشمالية ثم الوسطى، وقد تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية. هذا المنخفض الجوي صنفناه من الدرجة الثانية، زي ما احنا نعرف في عنا شدة منخفضات جوية في طقس العرب من 1 إلى 5، 1 ضعيف، 2 متوسط، و5 بمستوى عاصف، فهو منخفض جوي اعتيادي، في كمية مطر تقريبا من 10 إلى 30 مليمتر، في شوية هبات رياح، برضو مش شديدة الهبات، يعني هبات عادية. المناطق المتأثرة فيه احنا فقط بنحكي، بنرجع بنأكد، بنحكي من يوم الخميس مساء حتى يوم السبت، ما بنحكي عن الأحد حتى الآن. هاي البيانات خاصة بهاي الحالة الجوية التي تنتهي يوم السبت. المناطق المتأثرة فيه هي شمال والوسط وأجزاء من جنوب المملكة. مدة تأثير منخفض 48 ساعة تبدأ مساء اليوم الخميس وتنتهي تقريبا يعني مع ظهر وعصر يوم الأحد. الحرارة فيه أيضا يعني منخفضة بشكل عام زي ما احنا شايفين. فرص الثلوج خلال هذه الحالة الجوية غير واردة باستثناء مناطق محدودة من جنوب المملكة إن هطلت الثلوج، يعني من المساء الخميس حتى يوم السبت لا يوجد فرص ثلوج في المملكة، فقط هناك فرصة محدودة لبعض مرتفعات جبال الشارة. طبعا معروف هاي المرتفعات هي سلسلة جبلية عالية جدا في جنوب المملكة، قد تشهد بعض الزخات الثلجية إن هطلت أو إن حدث هناك هطول خلال هذه الحالة الجوية. طبعا احنا بنحكي لغايه يوم السبت، هلا احنا عم نحكي عن ليله اليوم، ليله الخميس لا صباح يوم السبت. صحيح. طب الحاله الجويه الاولى شو توقعات هطول الامطار فيها؟ تمام، الحاله الجويه الاولى طبعا بدنا نعرف انه الامطار راح تكون بالدرجه الاولى في المنطقه الشماليه والوسطى. هاي خرائط الامطار زي ما احنا شايفين، يعني مع ساعات حتى ظهر يوم الخميس اليوم ما فينا توقعات بهطول امطار. خلال ساعات يعني المساء تقريبا تبدا الامطار في اقصى المنطقه الشماليه، بحكي عن مساء الخميس اليوم بالليل، تمتد تباعا الى المناطق الوسطى واجزاء يعني من المناطق الجنوبيه، وبتستمر طبعا فرص هطول الامطار على فترات خلال يوم الجمعه. بالتالي يوم الجمعه، طب هاي الامطار حتكون غزيره مع ساعات الليله؟ هي متوسطه الشده، ممكن تغزر احيانا خاصه في شمال المملكه، ممكن يكون معها ايضا زخات برد على فترات، لكن فرص الامطار بالحاله الجويه الاولى التي تمتد من الخميس وحتى السبت افضل يوم راح تكون فيها الجمعه، يعني بكره الجمعه غالبا طقس شتوي ماطر، ضباب على الجبال، زخات امطار من الحين بين الحين والاخر، وطقس بارد. يعني عواصف رعديه؟ لا، هاي الحالات غالبا ما معها عواصف رعديه، ممكن فقط امطار غزيره. امطار يعني نمطها مستمر او دايمي بنسميه، انه بتدوم عده ساعات، وزي ما حكينا السبت تدريجيا تتراجع فرص الامطار، يعني هي تبدا الليله وتستمر الجمعه على فترات، لكن السبت يعني مع مرورنا مع ساعات النهار فرص الامطار نوعا ما بتصير اضعف، وممكن حتى الجو يستقر لبعض الفترات بعد الظهر. طيب الحالة الجوية الثانية، هلا احنا عندنا ان شاء الله امطار خلال عطلة نهاية الاسبوع، ذروة هاي الامطار رح تكون غدا الجمعة. صحيح. بدنا نعرف هلا الاحد شو حيكون الطقس؟ طيب الاحد في عندنا تسرب الرياح قطبية صوب المملكة. طيب هاي الرياح القطبية طبعا باللون الزهري، هاي يعني الرياح القطبية ممكن تقترب للمملكة، وهي طبعا المملكة احنا عندنا حاط عليها انا يعني السهم مباشرة. في عندنا زي ما شفنا اليوم او يعني غدا هناك يعني قليل من الرياح القطبيه حول المملكه، طبعا هي خارج حدود المملكه، عشان هيك ممكن يكون في فرصه لبعض الزخات الثلجيه زي ما حكينا فقط في جنوب المملكه. لكن لو نشوف يوم الاحد في عندنا تسرب او اندفاع كتله قطبيه زي ما احنا شايفينها صوب المنطقه، بتتمركز هاي الكتله القطبيه في باديه الشام والعراق، يعني هي حدودها المملكه على اطراف هذه الكتله القطبيه.
لما تكون مملكة على أطراف هذه الكتلة القطبية طبعاً وهي قادمة من الشرق، فبالتالي إذا في فرص ثلوج راح تكون يوم الأحد أو ليلة الأحد الاثنين في المنطقة الشرقية بالدرجة الأولى. يمكن الناس معتادة ما تسمع فرص ثلج بالشرق، لكن مكان تموضع الكتلة القطبية في بادية الشام والعراق بفرض أنه تكون في حال هطولات في المنطقة الشرقية ليلة الأحد قد تكون على شكل ثلوج. طبعاً نحكي عن مناطق البادية الشرقية، المنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وأيضاً مرتفعات الجنوب قد تشهد تساقطات ثلجية. بالنسبة للمناطق الشمالية والوسطى يوم الأحد راح يكون فيها تجدد في تساقط الأمطار، ممكن الأمطار راح تكون أكثر غزارة على فكرة من يوم الجمعة والسبت. يعني الأحد في تجدد تساقط أمطار في شمال ووسط المملكة، المناطق الجنوبية والبادية الشرقية قد تشهد تساقطات ثلجية ليلة الأحد الاثنين على وجه التحديد. طبعاً الإشي الأهم يعني إحنا نجود على أطراف هاي الكتلة القطبية، يعني أي تغير في حركتها ممكن تتغير كمان التوقعات. لكن حتى الآن زي ما حكينا مبارح، يعني حكيت في برنامج نبض البلد، مستبعدين يصير أي تغير في حركتها، لكن طلع كيف يعني هاي قديش الكتلة القطبية باللون الزهري، إحنا فعلا على أطرافها، فأي تعمق إضافي إلى الداخل أو تراجع الخارج ممكن تتغير القراءة. لكن القراءة الحالية صباح الخميس إنه يوم الأحد تجدد بالفاعلية الجوية، زخات أمطار غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة، ليلة الأحد الاثنين نتيجة تموضع الكتلة القطبية أو تسرب رياح قطبية صوب المملكة عن طريق المنطقة الشرقية، هناك فرصة لتساقط الثلوج في البادية الشرقية وأيضا المرتفعات الجبلية الجنوبية. طب شو أكثر مناطق رح تشهد تساقط زخات أمطار غزير يوم الأحد؟ هلا الأحد بدنا نشوف طبعا هاي خريطة التحليل المطر والثلج رح يطلعوا بخريطة واحدة. هنا بدنا نروح ليوم الأحد، زي ما احنا شايفين بالدرجة الأولى حقيقة مناطق الشمال هي الأعلى فرصة للتساقطات المطرية ومنطقة الوسطى، يعني الشمال والوسط بالغالب طوال هاي الحالة وما راح يمتازوا بكميات الأمطار دون المناطق الثانية. زي ما احنا شايفين في عنا يعني ما بعرف اللون مبين في اللون البنفسجي خلف الأمطار هي فرص الثلج، زي ما احنا شايفين في المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية والعراق في فرص ثلج، وأيضا يعني مناطق المرتفعات الجبلية الجنوبية. طبعا البادية الشرقية هاي المناطق جميعا طب حيكون في فرص زخات لثلوج أو البرد في عمان في بعض المناطق الشمالية؟ يعني حاليا بالحالة الأولى اللي بنحكي عنها مستبعد، حالة يوم الجمعة حتى السبت أو فن ليلة الخميس الجمعة وحتى السبت ما في فرص، ممكن يكون في زخات برد، البرد غير الثلج عادي يجي برد. يوم الأحد حتى الآن القراءات بتشير لأنه المناطق الشرقية والجنوبية هلا ممكن تتغير، بس أنا بحكي حتى صباح اليوم يعني ما بنحكي عن تساقطات ثلجية حتى اللحظة في مناطق الشمال الوسط. زي ما حكينا احنا الآن الفرصة موجودة في البادية الشرقية والجنوبية، لكن بنرجع بنأكد احنا على أطراف أو تسرب رياح قطبية واحنا على أطراف هاي الكتلة تحتاج إلى المزيد من المراقبة والمتابعة. كم مدى انخفاض درجات الحرارة رح يكون بما أنه في كتلة قطبية وفي أمطار غزيرة؟ فهلأ رح يفرق معنا كونه الأيام الماضية إحنا كنا مبسوطين بشوي بالشمسات والأجواء الدافئة، فهلأ رح يفرق معنا درجات لا الحرارة. بحب أبشركم الأيام الأبرد في فصل الشتاء عم تجينا الأسبوع، يعني الفترة الحالية رح تجينا بدءا من الجمعة والأسبوع القادم. طبعا درجات الحرارة صراحة يعني شو بدي أحكيها، حدث ولا حرج. يعني رح نوصل صفر طبعا هو بس صفر تفرجوا لي على الحرارة. طيب الحرارة طبعا زي ما احنا شايفين يعني احنا هاي الخرائط اللون الأزرق، احنا كل ما كان اللون أزرق كل ما كانت الأجواء يعني كل ما يكون بلدة. أزرق وزهري وأبيض يعني بتكون الحرارة بتقرب على الصفر، الأزرق معناها دون العشرة. زي ما احنا شايفين يعني يوم الغد مثلا مع ساعات المساء والليل ليلة الجمعة السبت بيصير في عندنا مثلا سالب 2 في المناطق الجنوبية، بتكون مثلا 4 درجات في مناطق الشمالية والوسطى والمرتفعات الجبلية العالية. لكن مع تسرب الرياح القطبية يوم الأحد طلعوا كيف الحرارة بتصير، أغلب المناطق راح توصل الصفر. انت عم يعني خط الصفر المئوي طلع كيف معبي كثير مناطق من المملكة، خط الناقص 2 يعني أو حتى ما دون ناقص 2 هاي ليلة الأحد الاثنين طلع كيف مغطي المنطقة الشرقية. عشان هيك احنا نرجع بنأكد على الشرق كم مرة، حتى الناقص 2 مثلا في المناطق الجنوبية ف يعني وحتى شوف يعني خط الصفر هو اللون الأبيض خط الصفر، يعني كثير مناطق المملكة تحت تأثير خط الصفر، فبالتالي يعني الحرارة بالنهار راح تكون باردة، نحكي بالنهار فقط من 5-6 درجات مئوية بالنهار، بالليل ما دون الصفر المئوي. هذا الأمر بدنا ندير بالنا من الصقيع الانجماد والجليد، يعني كل الأيام القادمة ندير بالنا من الصقيع للمزارعين والانجماد والجليد على الطرقات بفعل انخفاض الحرارة. هيكون في احتمالية لتشكل ضباب خلال الأيام الجاية؟ نعم موجود على الجبال مع الحالة الجوية مع تساقط الأمطار، بكرة مثلا رح نكون في فترة ضبابية بين الحين والآخر على الجبال، وأيضا رح تكرر الأمر يوم الأحد إن شاء الله. بدنا أهم التنبيهات والتحذيرات الجوية
ابتداء ان شاء الله من الليله وحتى الايام القادمه. في البدايه بدنا ندير بالنا اهم شيء موضوع البرد، نرجع ناكد على موضوع البرد، بدنا نستعمل وسائل تدفئه بشكل امن وسليم، بدنا كمان يعني العوده للملابس الشتويه الثقيله، يعني الايام الابرد في الشتاء حتى الان بتنتظرنا بعد 48 ساعه من الان وطوال الاسبوع القادم، بدنا كمان شيء اسمه ندير بالنا كمان من تدني الرؤى الافقيه على الجبال وفعل الضباب، موضوع الثلج حكينا حتى الان في الحاله الاولى غير وارد باستثناء قمم الجنوب، بالحاله الثانيه حتى الان تاعت الاحد الاحد الاثنين قد تكون في المنطقه الشرقيه او الجبال الجنوبيه، ندير بالنا من خطر الانزلاق في تلك المناطق في حال تساقط الثلوج ليله الاحد الاثنين. طب اسامه بالنهايه احنا بعد يوم الاثنين راح تكون الاجواء شديده البروده سيبيريه بارد يعني بعد الاثنين احنا ما حنشوف امطار، حنشوف لا ممكن يكون في حاله ثانيه بنهايه الاسبوع، بس من الاثنين حتى نهايه الاسبوع يعني طقس كثير بارد، يعني حراره بشكل يومي دون الصفر المئوي ليلا، وبالنهار مش كثير راح تطلع، راح تكون 5-6 درجات، يعني الله يعيننا الاسبوع الجاي. اسامه طريف مدير عمليات في طقس العرب، شكرا لك، ضلكم تابعوا نشرات الطقس لتعرفوا اخر تفاصيل الحاله الجويه للايام القادمه، راح نكون تفاصيل اضافيه عن الطقس خلال اليوم، تابعونا.